بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم، معاكم أميرة عادل، بمسي على كل حبايبي. والنهاردة هنعمل مع بعض وجبة جميلة جدا كل واد بيحبوها، وهي همبرجر الدجاج، وتقدمها لهم مع حاجة ساقعة هيعجبوا بيها قوي وهينبسطوا كأنك خرجتيهم برا. زي ما انتوا شايفين كده، هي وجبة اقتصادية، هتعمل لك كمية كبيرة تقدري تحتفظي بيها في الفريزر وقت الحاجة، في أي وقت تقدري تطلعيها اهو. بصوا، وقبل ما نقول عملنا وصفة همبرجر الدجاج النهاردة ازاي، لو الفيديو عجبك ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة للأول مرة يشوفني، ونفعل جرس التنبيه عشان يوصله كل جديد. يلا بينا نشوف عملنا وصفة همبرجر الدجاج ازاي. ودوت همبرجر الجامبو اللي كل الوقت بتحبه اهو، زي ما انتوا شايفينه. معانا نص كيلو وراك على صدور، او صدور بس او وراك بس، يعني ايه الموجود. ونص كوباية فول صويا بلاه اهو، لغاية ما طري كده اهو مبلول وعصرته من المية. 100 جرام دهون لحم، بصلاية صغيرة. معانا معلقتين نشا كبار، معلقتين كبار نشا، معلقة كبيرة توم باودر، معلقة كبيرة بصل باودر، نص معلقة فلفل اسود، معلقة صغيرة، نص معلقة صغيرة، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة بابريكا، معلقة طرف السنة من الجنزبيل، ونص معلقة صغيرة قرفة، وبهارات مشاوي، وعندي بهارات البرجر. دي بهارات جاهزة، لو تحب تستغني عنها استغني، بس هي بتدي طعم حلو جدا للبرجر. انا هحط كل المكونات على بعض. والنشا دي مهمة جدا وضرورية جدا، لانها بتمتص المية اللي بتكون جوه الفريخ. وهاخد نفتح بقى كمان كيس البودر دوت، ده مهم قوي برضو. والنشا زائد ان هي بتمتص المية، ان هي بتخليش حجم البرجر يقل، بتخلي الحجم زي ما هو. هي والفول الصويا الاثنين مهمين قوي للبرجر الفريخ. طبعا قطعت البصلة وهقلبهم كلهم على بعض. وبرده نسبة الدهون دي، دهون اللحمة دي مهمة جدا برده، بتدي كده للهمبرجر بتاعتنا طعم جميل جدا، وفي حاجة دسمة كده هو. هقلبهم على بعض وادخلهم المفرمة، او تحطيهم في الكبة. لو مفيش كبة او مفرمة تقدري تجمعي الحاجات دي وتوديها عند اللي بيفرم اللحمة، بتاع اللحمة الجملي او حاجة، تعملي عنده الكفتة يقدر يعملها لك اهو. وهدخل بقى المكونات دي كلها في الايه، في المفرمة كده. خلاص انا فرمتها على مرتين لغاية ما نعمل كده زي ما انتوا شايفينها كده. هجيب بقى طبق احط عليه اللي هو كيس من اكياس التلاجة انا فاتحاه اهو. وهنجيب غطا من غطا بتاع البطرمانات، واكون دهن ايديا زيت اهو، دهنت ايديا زيت. اخد بقى قطعة من الفراخ الهمبرجر واحطها كده اهو، جايبه برده كيس من اكياس التلاجة قطعاه واحطه على البطرمان ده بحجم الهمبرجر اللي انت عايزاه. عايزه حجم الهمبرجر كبير على قد المقاس اللي انت عايزاه، هاتي الغطا اللي عندك، او لو عندك مكبس الهمبرجر استعمليه. مفيش، بتجيبي اي غطا من اغطية البطرمانات وبتستهلكيها اهو. بقفل كده كده، اظبط كده الايه الهمبرجر كده اهو. بعد كده نقلبها كده، بقى كده شكل قطعة الهمبرجر معانا. كبسناها كويس، تكبسي عليها كويس قوي عشان ما تفكش اهي، تبقى بالشكل الجميل ده. هعملك واحدة تاني، ناخد الحتة واثبتها كويس قوي، نضغط عليها عشان تكبس تبقى زي بتاعت بره كده بالظبط. تساويها كده، تقفلي عليها كده من الايه، نضغط كده بالكيس كده، افتح عليها
بقت زي الهمبرجر بتاعت بره بالظبط الشكل الجميل ده. ونحطهم كده بعيد عن بعض علشان ايه عايزاهم بقى احطهم في الفريزر يتماسك وبعد كده نبتدي نشتغل بيها. اهو كمان مره حاولي تقفلي كده الطرف طرف الغطا كده بمسح كده عشان الطرف يتملي وتبقى ايه متماسكه. بقفل كده كويس جدا وبضغط جامد عشان بضغطها عشان ما تفكش مننا. زي ما قلنا احنا عندنا حاجتين مهمين جدا في الهمبرجر هو الفول الصويا ومعلقتين النشا. دول مهمين بيعملوا على تماسكها وان هي ما حجمها ما يقلش وتصغر وتكش منك بيخلوها ما تكشش بالحجم ده كده. انا دلوقتي حطيت اول طبقه اهي هجيب برضو كيس تاني عشان لما تحط في الفريزر وتجمد اهو كيس تاني وهحط جواه طبقه تانيه وفوقيه طبقه تانيه كده. خلاص انا عملت الكميه كلها زي ما انتم شايفينها كده هدخلها بقى الفريزر تتماسك وبعد كده نبتدي نشتغل بيها كده. خلاص انا طلعت الهمبرجر من الفريزر زي ما انتم شايفينها كده. نبتدي بقى نجيب طاسه ونحط فيها نقطه زيت نمسحها وننزل فيها الهمبرجر. بصوا دي بقى بعد ما انا فرست الكميه دي منها اهو زي ما انتم شايفينها كده حطيناها في الفريزر بالشكل دوت. نبتدي بقى ناخدها ونحطها في اكياس. هي دلوقتي انا خلاص فرستها وهي كده فمش محتاجه ان انا احط تحت كل واحده ورقه من اكياس الثلاجه. ممكن عادي نحتفظ بيها بالشكل ده فوق بعضها مش هيجرى لها اي حاجه لان هي خلاص هي جمدت خلاص زي ما انتم شايفينها كده اهي. خلاص انا جمدتها وهي متفرده كنت حاطه فوق كل واحده كيس تاني فما لزقتش ببعضها فتقدري تحتفظي بيها كده اهوت في كيس من اكياس الثلاجه عادي جدا اهوت. وفي معلومه عايزه اقولها لكم ان لو انت استخدمتي كيس البودر بتاع الهمبرجر هتقللي طبعا كميه الملح تبقى حوالي نص معلقه ملح لان الكيس دوت فيه نسبه من الاملاح. هنقلل كمية الملح لو احنا هنستعمله مش هنستعمله نحط الكمية اللي احنا قلنا عليها بس كده اهو كده بيقدر تحطيه بالشكل دوت كده طفش بيه هو كده اهوت مش هيلزق ولا اي حاجة لان هو خلاص اتجمد خلاص وتشيليها وقت الحاجة. هنهدي النار عليها بقى عشان تستوي من جوه ومن بره اهو تعملوا من تحت تقليهم بقى على الناحيه الثانيه زي ما انتم شايفين كده. بصوا انا وقفت اهو كده من الجناب عشان برضو الجناب برضو تاخد لون برضو زي ما انتم شايفينها كده. كده خلاص حضرنا المكونات بتاعتنا والتركيبه اللي هنركبها للهمبرجر. الهمبرجر اهي ومعانا كابوتشا معانا طماطم معانا فلفل رومي ولحم مدخن وعندنا جبنه جوده عندنا جبنه شيدر اي نوع من انواع الجبنه تقدري تستخدميه. ولو ما فيش اي انواع من انواع الجبنه يكتفي بالايه بالخضروات والهمبرجر. ومعانا كمان مايونيز ومعانا طبق فيه بصل. البصل ده انا حط عليه معلقه سكر على معلقه ملح وخل ده مش هيخلي البصل ريحه خالص وهو في مع الاكل اهو بتسيبيه فيه كده اهوت. بعد كده تبتدي تشتغلي ايه بيه. ابتدي بقى اركب الهمبرجر. فتحت جبت الكايزر هنفتحه ونحط اول حاجه طبقه من المايونيز اول حاجه طبقه المايونيز هنحطها كده اهوت ونحط واحده كابوتشا اهو بالشكل ده كده. وبعد كده نحط الايه الهمبرجر فوقيها نحط فوقيها واحده طماطم كده اهو ونحط فوقيها واحدة لحم مدخن بالشكل ده
وناخد كمان جودة، جبنة جودة او جبنة شيدر، نقطع كده قطعة منها. كده عليها على الطماطم، نطلعهم كده عشان ايه كلهم يظهروا. وناخد واحدة فلفل رومي، الجيل اللي وقعت دي كده خلاص، ناخد واحدة غيرها، ومعاها شريحة بصل. كده اهو، وهنحط بقى ايه عليها الكاتشب، نحط مايونيز بقى تاني زي ما تحبي، ونحط شريحة طماطم تانية. نعمل بقى معاكم واحدة تانية كمان مرة اهو، نفتح كويس. اللي بيحب المايونيز او ما بيحبش المايونيز ويحط كاتشب يحط كاتشب، كل واحد يحب الحاجة اللي هو بيحطها، يحط سوري يحط الحاجة اللي بيحبها. كده هوت، نحط عليها الهمبرجر، طماطم، بصلاية، احط اللحم المدخن، نحط الجبنة، خليه تثبت كده عشان نعرف نحطه كده. فين الطماطم؟ نخرج الطماطم مويه، ونحط الفلفلية واحدة طماطم تانية اهو. كده الساندوتش بتاعنا زي ما انتم شايفينه كده اهو. هكمل انا بقى باقي الكمية. نعمل بقى واحد مع بعض كده جامبو كده، نحط الايه كابوتشا، نحط عليها كده كده، ونحط الجبنة، ونحط كمان اللحم المدخن، ونحط بقى واحدة تانية. سعيد الحظ اللي هياخد دوت، ونحط واحدة تاني، ونحط جبنة كمان، ونحط فلفل، ونحط بصلاية، وطماطماية اهو. ده الجامبو اللي بتاكلوه بره اهو بالشكل ده. تقدري تحطي معاه بطاطس، دي البطاطس كده نحطها معاه، ولاد كلهم بيحبوها بالبطاطس كده. نحط عليها كاتشب بالشكل ده كده، اهو تبقى وجبة جميلة جدا اهو. الشكل الجميل دوت تعجبهم قوي، وتقدر تقدمه لهم مع اي حاجة ساقعة اكنك عزمتيهم بره بالظبط زي ما انتم شايفين كده اهي. بقت وجبة جميلة جدا هيفرحوا بيها قوي. وبكده تكون خلصت وصفتنا النهاردة للهمبرجر الدجاج. بتمنى الوصفة تعجبكم وتنفذوها وتقولي رأيكم فيها ايه، وألقاكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.